يا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كيف حالك؟ الحمد لله. اي وين سارح؟ سارح على سواله. تتواله تتبيع؟ اتبيع. يلا الله يسترها. الجميع. يا مناف يا مناف. منزل اتواله عند مدافن ملي ما تحتاجش حاجه ولا جعونك بجين. لا لا ما بوش حاجه. آه يا قهري، ليت تتأخر لما توصل العروسة. خليني أفلت العروسة والضيوف، الله على خزا منهم. يا عملاق من بينك اليومين يا صبور شبرد. بستيش بستيش صبوحة، أحرمك أحرمك أحرمك. أوه الله، كيف قاعد حروع علي هذا؟ لا يكنسوه ولا ينظفوه. أنا بنات هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بالله عليك هذا عدو متبان. ما كذا ما بش خرج، انا ولي صيح لك الا عدنا، انا ولي ادعي لك لا عدنا ولا يعتبر الدبل او مخلفة الابقار الغذاء المناسب للارض، ويزيد من نسبة المحصول الزراعي 50%، وهو
أفضل من الأسمدة الكيميائية. يا عدنان يا عدنان يا عدنان. مو بو مو شيء. أبوك 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 أبوك. مو هذا كبوك أبوك أبوك أبوك. مو هذا. أبوك أبوك. ما اسمه مو بو أبي. أبوك مدوخ بالزقاق. هاي كشر بحالة. أبي. إيه. قم لحقنا قم لحقنا. قم لحقنا. يا سنا ابا ابا هيا خير مقابو اقول لك مبروك بيرو ابي كتمه ونزل يكنس الطرد ووقع غبار فالحين قاو بلا ذا الحين كيف تعملوا انا شطلع عندي بخاخ واعمل لي لقفه ورجع يتنفس طبيعي مرشد مرشد اعمل اعمل هكذا فطفطيلك فطفطين ما حابوش قم مضرب عطل ماذا الحين كيف يا عم عين سيارة ولا قسعفكو خلاص يا عم مسك هذا قيس عنده وانا شو اللي سيح المصلح تمام يلا بسرعة انه مو بينه اصلا هو بينه كتمه واللي اشتغل بينه غبر لما استنخسه وقع بو ذيق بالتنفس ما بش معه من هذا البخاخ حق التنفس الا كان بو معه بس خلص دحين انا اجي وكلاك نولي نسعفه ونعالجه ونديله بدله يلا بسم الله لا مشيت هنا معاش اطلع سنة موجي حمل عبد الله خمس الحسرع قابي ما نقوم الموت
بابا. بابا بابا مات مات. بس احمد الله احمد الله احمد الله، اقول لك الحمد يا ربي لك الحمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعك خلاص خلاص خلاص. مو عديلان مو بو عديلان عديلان. لحظة يجى السريع ومذاقر رايح فضيع. لحظة يجى السريع ومذاقر رايح فضيع. طلع تحضيره في 5 ثواني. يا سلام. ألا زينة الذي صحيني قرمش وناكل. تبقى زينة معانا كل ساعة. تبقى زينة معانا كل ساعة. يا جماعة حق الله حق الله. اخي خلاص الحمد لله الله يرحمه. ما عفا اديول ابوك هذا خلاص. الله يرحمه الله يرحمه. ما عفا يا مصلح اللي زادني قهر وزادني غلبة تخطيط العشوائي حق الطريق. يعني مين اول لنا ساعة نمشي ونلف وندور وبعدين رجعنا لزوتنا لتحت القرية حقنا. يا القرية حقنا وين هي؟ شبرين بيننا احنا وين؟ والله ان كلامك صح. ليش ليش ما شقول لناش طريق اخذ طوالي للنج بالبساطة هذه وخلاص. انا اشي ادري اللي خطط هذا التخطيط هو خططه بالليل على ضوء تريك ولا كان متخصم لنا اشتي عذبنا. لا لا هو خطط هكذا علشان يدو القرى كلها من مرعى لا جناد لا مرعى سفلى لا ذي المحمر لا منزل السادة الدار. يعني هذيك التاريخ هذي الناس جمعة مش اللي عرضك الا علشان تحايلوا علينا احنا. ما انا تمام جناد وذي نعم والدار خنفصلوا ما حننجز ندفع الثمن. وانت داري يا مصلح انه ابين الضحية السابعة اللي تموت بسبب التخطيط العشوائي حق الطريق. لحن يا اخي صلى على رسول الله. ندحنا نروح نقبر ابوك داري وطرحنا الموضوع على اعضاء مجلس المحلي وعلى مدير الناحية. الله هي بعدك. مو معك يا ذنب. هذه من ناديك المضحك اللي تسلي على القلب. مو المضحك يا اللي تسلي على القلب. ليش أعلم لك؟ أوه كم يابيس. أو لك مجدد يا زنبكم يا بيس. أو صدى لي 2 رباط شضحك أسبوع. روح لك لا خبالة زعم النجان القسام. يلا روح خذك وهذه والمشتري أرضية. راغد الحين كيف اطلع على الدرج حقه ما اقول ضب له مصلح صح عشان اطرح هنا على الله نعبي تحت السيارة يا واحد ثاني.
الله صباح الخير. هلا ماما، هي ابوك ابو معك اليوم؟ ما بقول امي استلم نصيبي بعد يدي. قالوا لي انا واكني عين ارضيه، ان انا ما تركنش علي عين ارضيه، ان عدنا جاهل. من انشي ارضيه الحين باي مكان؟ قال بالدائري ولا بطرف حاره. خلاص الحين ايش تدخل ديرك مفاتيح؟ نزلت حمل السياره، لما ادخل بدل اداتي وجهي. لا ما نشتيش السياره، شنو اللي بالسياره حقيقه سلحكي. ما حد حداقك انت وامك علشان ما تدوش حق مشوار. هي ولا اقول لامك مشاجي اللي انا والسياره حقي، اما من دون سياره حقي ما انا جاي. يا مصلح ليش ندي لك حق مصارف وندي لك حق الدلاله ملايين؟ جاي هم ولا حق مشوار؟ ليش الدلاله ولا نعرف الدلاله؟ ادوا لي حق مشوار والسلام عليكم. يلا تم افتح، لكن لا بدلاله والله ما ادي لك الا حق مشوار. سامحك الله، سامحك الله، من يوم هذا لهودي ماشي جد الدلاله حق ولا نعرف الدلاله. يلا تم افتح احنا مستعجلين. ها هذا المفتاح، تبع بس شرع بصر بصر مشغول الشد على شده واحده. ادعم منك يا شوخه. اوه مزعمله ولا دير علي يا كلبه. يلا تمام رجال. الله الرحمن. يا عمدة ضروري تشوفوا لنا حل للطريق هذين، أبي الضحية السابعة اللي يموت بسبب التخطيط العشوائي حق الطريق. مالك كيفه مو نعمل؟ يا عمدة نجتمع ونشق طريق مختصرة على السنب وللشرف، وبدل ما كحنا نقزع 10 كيلو متر لني نرجع نقزع 4 كيلو متر لني. ما احنا والله ما نكره، لكن منين نشتي لنا ملايين؟ وقري حقنا قندة دارنا اللي صغيرة. ملا يا عمدة مش اللي احنا متضررين من هذا التخطيط العشوائي، عاد باقي مع قرية ذي المحاسن وقرية ذي وزع وقرية منزل الرباعي وقحذرة وبيت الرعاوي، وكل احنا نستفيد من هذه الطريقة المختصرة. ملا مع صبر كل الايام هذه وقد ستشق الطريقة المختصرة، انت داري ان الناس هذه ايام فاضحين والاوضاع مدهورة. الطريق ما تشقش الا البيس، العزيمة والاصرار هي اللي تشق الطريق وتهد الجبال. انا داري، لكن انت داري بالاوضاع حق هذه الايام، واحد معه واحد ما معوش. يا عمده اللي معه يدي كم ما استطاع، واللي ما معوش يجي يشارك بشق الطريق. يا رجال لو اجتمعنا احنا والست القرى المستفيده شن يطلع حوالي 600 رجل ونشق حتى بايادنا. ما لا ما هلامش كلهم، نصهم مغتربين ولا اشتغلوا باسواق. يا عمده اللي ما هلوش يدي حق 3 شقات ويجلس يطلب الله بالسوق، الله يفتح له. ما عليه من هو هذا اللي يولي هاجرهم ويجمعهم من بيت لبيت ولا مين؟ لا لا انت مثلا العمده حق القريه حقنا، تبلغ اصحاب قريتك وتحثهم تشجعهم، وتكلم العمده حق قريه ذي المحاسن عبد الله محمد حسن وهو يكلم اصحاب قريته ويحثهم ويشجعهم، وهو يكلم العدل حق ذي وزع محمد احمد قاسم وهو يكلم اصحاب قريته ويحثهم ويشجعهم، وكل عاقل قريه يكلم اصحاب قريته ويحثهم ويشجعهم. مالا خلاص قوم جزعنا نولي نكلمهم، مالا قايش تشتاق؟ حرام ان احنا نفتان اخر اعمارنا عشان يدخل التاريخ عريض. يلا يا عم يلا. ما بلقينا حل ابو انها ارضيه بالدائري ولا لابو بالحاره، سهل عادي. بالدائري بتكلف عليك القصبه الواحده ب 100 مليون وداخل الحاره ب 45 مليون. الله زنان 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 مو واحد شكرا الله زنان 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 زنان. المش
المشكلة حتى الأوافق والأهالي أصلا بو براقع ماش يقدروش العمال يدقدقون بأيادهم، ضروري ما نشتي دقاق ونشتي دريكتال ونشتي. يا عمدة بو ناس بالقرى متيسرين وإن شاء الله إنهم ما يقصروش، ولقى حصلوا المشروع يتنفذ بو معك ناس خيرين مليان شدعمهم، مثل عبد مهيوب صاحب يمن سبايس، وقاسم عبد القوي حق المنزل، ومحمد ناجي فارع حق ذو وزع ماشي قصرش، وبو ناس متيسرين بالستة القرى كم شذكر لك وكم. إن شاء الله بإذن الله إنهم ما يقصروش ولا يخذلونا. يلا بسم الله سبرا حقنيه بطلة شريم. تروح تروح حق جنيه بلاد مش تطير ترحي مالي هذا يا مصلح بيس بيس 60 مليون هذا ترحي احنا اللي جالسين مش عندنا ترحي اللي جالسين ها طيب حمل شيء علي شيء هاي بقى السلام هم شيء من الرجل الصعب بعد سهله اي الحمد لله على السلامة ما عفي لك انا على هذه دواخ ما بقول لك اقول لك لما سمعوك وقال سارق قصبة بالداري 100 مليون والحارة 40 مليون وقف قلبي ثقل راسي اخضل ركبي واتغشوش عيوني ودوخ ما بقول لك هو قلبي اخوك رجال ما اللي يدخل سوق العقار ما قال رجال مشحوط ورجال قوي ما لقى انت داري يا مصلحة معنا الذي 60 مليون ما كنت تشتكي قصبة بوسط حارة والقصبة مش نعمل بالليل احنا مش نعمل الدور اول مجلس والدور الثاني مطبخ والدور الثالث حمام ما عشت ودرش بيس لا للبناء ولا للسطح ولا للتشطيب ومي قايدة ضيقة من القرية بعد ما اقتتل ابي قاي فرحة تدخل تسكن بالمدينة وتنسي الاحزان بعد ما تقدروش زيدهم تدبروا حق البناء والتشطيب ما عش نقدرش هذا قوي نصيب امي كله ولو قول كبيع السيارة كوديش تدي 2 مليون واثنان مليون كودا حق الدلالة وآد أنا خايف دالحين لتروح هادر أمي وش يبقى عبي صدمة وتدوخ وشغلة طويلة تقول مش نبصر الشقة للبيع على قدر بيسنا ما لا بشقة عندنا للبيع نحن مرتاحين مدري هو كل الدول يبيع يبغى مستثمر ونبيع شقة إلا عندنا باليمن ما بوش قم جزعنا نولي ندور دقانة دقانة وربك سهل هيا بس لا من شنان الرجل أيوة تمام خلاص يلا سوقك للبيع هو هذا المطلوب اللي احنا ندوره السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ما معنا الا هذاك معه يجي 60 مليون، لكن حول ان عينا له ارضيه، قالوا ان القصبه ب 100 مليون. سمع الخبر ودور وقع بوس ادمان من 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 السعر. رجعنا حصلنا الاعلان حقكم، قلنا راح نجي نجي لعندهم اقرب. شنو الشقه مشطبه جاهزه قد يوفر، لا يتعب ولا جاي ولا سنه. كم حدك يا شقيق يا عم معنا عمارة الرحمن بشارع جامع الرحمن خلف مستشفى الكندي معنا عمارة الشروق بشارع الخنساء معنا عمارة الزهور بشارع الخنساء برضو عمارة الملكة أروى بشارع الملكة أروى كم حدك يا شقيق وكلها شقق للبيع ولا تمام من كم أسعارها تبدأ الأسعار معنا من 35 مليون وتزداد السعر على المساحة والموقع عمارة الزهور الشقة 40 مليون عمارة الرحمن الشقة 50 مليون عمارة الشروق 45 مليون عمارة الملكة أروى 40 مليون وكان مشطبات مفروشات إلا عدهن كل الشقق مشطبات لكن احنا نقدم ميزة إضافية ان احنا نفرش الشقق حسب رغبة العميل وايش المميزات بالشقق حقكم
أهم ميزة معنا يا عم مواقعنا الحساسة وأرضية المبنى حول وتعتبر ملك لأصحاب الشقق. يعني إحنا نزلج العمارة والأرضية حقهم. معنا مواقف سيارات، حراسة، كاميرا مراقبة، أسانسير، من أحدث ما توصل إلى العلم. اسمع عزمنا تصلى على النبي. صلى الله عليه. لا تشاورك ونصيحة لا عدوخ ولا عقعبك أي حاجة. يأخذ لك شقة من شقق السعادة وبردك لك من البناء ومن التعب والجيء والسرحة ما تخلت يفرش وترقل من ساعتك. ما نبشر يا عم مصلح وأنا بعدك أساسك يعني لنا لابو معك نموذج من حق الشقق. أنا شغلها لك بالشاشة. هل تبحث عن شقة أحلامك في أرقى أحياء مدينة إب؟ لا داعي للبحث أكثر، شقق السعادة تجعل أحلامك حقيقية. شقق السعادة تجمع بين الفخامة والتصميم الحديث والمساحات الواسعة في أرقى المناطق لتوفر لك تجربة سكنية لا مثيل لها. مؤسسة منير المنصوب ومحمد السادة للتطوير العقاري والاستثمار. لبأس سمعك آخر خبر؟ مو خبر. قالوا بيشقوا الطريق على السنب للشرف طوالد مع نقول شنو الوين على الميدان وكلابه ومفرق دنا ومرعى ورجعنا لها الشرف. يا ورجل المشروع هذا هو اللي خليني جنان السنة أولى قضيعك 150 تخزيني وأنا أفكر بمشروع هذا والشقة وأكمل وارجع أخو مخلص وإن يوم الثاني أرجع أمشي على الطريقة أولى بعد ساعة أفكر وأقول مدري ما أمشي جداد أنا الذي قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا وجلسنا نعاني من الدعوة حق أجدادنا لهذا الحين. بس هذه الطريق بالجبال مو أي شقة لنا يا رجال أصحاب ذي محاسن رجال الفزعات والمهمات الصعبة أمانا لابو قائد يوجههم لجودوا الجبل بالصندل. تدارين السيارة حق عقيرين لما تكعدل لها سيف للجبل نزلوا فكفكومي طلعوني فوق ظهورهم وروحهم إلى البيت وركبوني أمانا رجعت رجعت بس جد مكان قبل ما تدرب قسما بالله ما هم قسما بالله أنهم بالفزعات حقهم أنهم يرفعوا لها الصدق الصدق عملاق وعملاق واختفي يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا لا 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 حرام حرام ربيع جنيته منا والله اكل يا اخراج اقول لك اخراج روح البيت اقول لك روح 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 والله ما اقول لك اقول لك روح روح لا انا اقول لك تعال لا تكش تلعق بعدين اقول لك زعلك 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 تعلن عيادة خبير الابتسامة لطب وجراحة الفم وتجميل الأسنان عن أقوى عروضها للعام الجديد 2024 التي ستستمر طيلة شهري يناير وفبراير. المعاينة مجانا، تخفيضات تصل إلى 50%، تصفية الأسنان مع تركيب فص مجانية تحت إشراف الدكتور عبد الله منصور الوجيه. العنوان مدينة إب، الجبانة السفلى فوق صالة المدينة جوار صيدلية ريوف.